أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة أبعاد ودلالات استهداف مبنى البنك المركزي في عدن والرسائل من وراء هذا الحدث. إذن من جديد، تعود الانفجارات إلى ضرب العاصمة المؤقتة عدن عبر استهداف مبنى البنك المركزي، هذه المرة بعد أن أصبح يشكل عصبا مهما في إعادة بناء منظومة الدولة والقيام بدوره في إنعاش اقتصاد البلاد، وهي المهمة التي ما زال البنك يجد صعوبات وعقبات كثيرة في إتمامها، لعل أهمها افتقاره لقاعدة البيانات والأنظمة المحاسبية المتواجدة في فرع البنك في صنعاء والخاضع لسيطرة الميليشيا. إذن تحديات كثيرة تبرز أمام إدارة البنك المركزي، وخلاف للتحديات الاقتصادية يبرز التحدي الأمني، وهو ما يجعل من البنك والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة إجمالا في مواجهة خطيرة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لإعادة بناء ما دمرته الميليشيا خلال عامين من الحرب. أبعاد هذا الحادث والرسائل والدلالات ستكون موضوع نقاشنا في حلقة اليوم من زوايا الحدث في محورين: ما هي الأبعاد الأمنية والسياسية وراء استهداف مبنى البنك المركزي في عدن؟ وما الذي تحتاجه الشرعية لإعادة بناء مؤسسات البلاد وتحديدا المؤسسات الأمنية والاقتصادية؟ قبل البدء في مناقشة هذا الموضوع نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مرة أخرى تعود الانفجارات إلى عدن في محاولة جديدة لضرب أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عبر استهداف مبنى البنك المركزي، وعليه تبدو التبعات هذه المرة سياسية أكثر من أي شيء آخر، وتأتي في إطار الرد على قرار نقل البنك، القرار الذي أصاب الميليشيا في مقتل بالنظر إلى تبعاته على الاقتصاد الحربي للميليشيا، وهو ما يجعل البعض يشير بأصابع الاتهام إلى تحالف الإنقلابيين. سيارة صالون يعني أعتقد برادو تفجرت على باب البنك المركزي، ولكن الجنود المتواجدين داخل البنك هم اللي قاموا بتصدي لهذه السيارة، وما فيش أي أضرار، معنا 7 يعني جرحى داخل المستشفى الأطباء بلا حدود، وإن شاء الله صحتهم كويسة والحمد لله. تأتي هذه المحاولة بعد أن أصبح البنك يشكل عصبا مهما في إعادة بناء منظومة الدولة والقيام بدوره في إنعاش اقتصاد البلاد عبر جمع إيرادات المناطق المحررة للإيفاء بالتزاماته تجاه المواطنين، وهي المهمة التي ما زال البنك يجد صعوبات وعقبات جمة في إتمامها، لعل أهمها افتقاره لقاعدة البيانات والأنظمة المحاسبية المتواجدة في فرع البنك المركزي لدى صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا. تتكاثف التحديات أمام إدارة البنك المركزي، فخلافا للتحديات الاقتصادية يبرز الوضع الأمني التحدي القديم المتجدد، وهو ما يجعل من البنك والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة إجمالا في مواجهة خطرة بالنظر لما تمثله من قيمة لدى الشرعية، ولذا لن يقبل الشارع بسوى النجاح كمحصلة لهذه المواجهة. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الزميل فتحي بالأزرق. أهلا بك أستاذ فتحي. أهلا وسهلا بمشاهدي قناة بلقيس. أستاذ فتحي، بداية، ما قراءتك لما حدث اليوم في عدن، وما هي الرسالة المراد إيصالها؟ الحقيقة أن الهجوم الفاشل الذي تعرض له البنك المركزي في عدن هو يأتي ضمن سلسلة هجمات قامت بها ميليشيا الحوثي ونظام المخلوق صالح واستهدفت مناحي الحياة العامة في عدن. هو هذا ليس الهجوم الأول ولن يكون الأخير، لكنه رسالة واضحة وأكيدة بأن صالح والحوثيون يقفون خلف هذه العمليات ويحاولون بكل القدرات التي يمتلكونها عقلة الحياة وتطبيعها ونجاح الحكومة في عدن، لذلك يلجؤون إلى التشكيلات. لكن في المقابل العملية كانت عملية فاشلة، خلفت عدد من الجرحى، لم تستطع تحقيق هدفها وهو الوصول إلى البنك المركزي. الجنود تعاملوا بحرفية عالية وأفشلوا وأبطلوا الهجوم الانتحاري قبل الوصول إلى الهدف المحدد. إذن نحن أمام محاولات مستميتة لنظام صالح والحوثيين في إفشال الحياة المدنية وتطبيعها في عدن، ويقابل ذلك
تحرك حكومي نرى فيه بادرة طيبة نحو تطبيع الحياة في عدن. هذه الأطراف تحاول عرقلة الحياة في عدن، لكن جهود الحكومة وجهود السلطة المحلية وجهود قوات الأمن بإذن الله ستنجح خلال الأيام القادمة. لا مجال أمام الناس في المحافظات المحررة، لا مجال أمام الناس في عدن، لا مجال أمام الجميع. أستاذ فتحي تتحدث عن محاولات مستميتة من قبل الانقلابيين للإضرار وإيقاف الحياة المدنية في عدن، هل تأتي هذه في إطار اتهامات أم أن ربما التحقيقات أثبتت أنهم يقفوا وراء هذه العملية أم القاعدة أم أطراف أخرى يعني؟ كل التحقيقات السابقة التي أجرتها سلطات الأمن في عدن أكدت تورط الحوثيين وصالح بشكل أو آخر في دعم هذه الجماعات المسلحة، لا خلاف على ذلك المطلق. لكن أيضا يجب أن نقف أمام جزئية مهاجمة البنك المركزي. ما الفائدة التي ستجنيها أي جماعة متطرفة من مهاجمة بنك مركزي يقوم بصرف الرواتب للمواطنين وللموظفين في عموم القطاعات الحكومية؟ نحن أمام الجهة المتضررة من عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، هي جهة واحدة ووحيدة وهي الحوثيون وصالح. إذا طالما هي الجهة المتضررة والوحيدة من عملية النقل، فإذا بالعقل والمنطق فهي الجهة الوحيدة التي تقف خلف هذه العملية. لا يعقل بالمطلق أبدا نقول بأن جهة مسلحة أو متطرفة يمكن تستفيد من عملية مهاجمة بسيارة مفخخة لبنك مركزي. بالمطلق لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن تبرير هذا من أي جهة كانت. إذا عملية التفكير ضمن الصراع السياسي الحاصل في اليمن، والحوثيين وصالحهم يقفون خلف هذا الأمل. في المقابل الحكومة تصر على بقاء البنك المركزي في عدن، والرسالة الأمثل التي يجب أن توجهها الحكومة وأن توجهها السلطات هي إنجاح عملية نقل البنك المركزي. في حال ما نجحت السلطات بإنجاح عملية النقل وتمت العملية بنجاح كبير، فأعتقد أنه هنا يمكن القول بأن كل هذه المحاولات التفجير والتفخيخ لن تفيد بقرضها، وأن الحكومة كنا قبل ما حدث اليوم كان قبل ما حدث اليوم كان هناك حديث عن تحديات فنية واقتصادية ربما تقف أمام إكمال دور البنك المركزي وأن يقوم بدوره على أكمل وجه في عدن بعد عملية النقل. إلى جانب التحدي الأمني الآن هناك العديد من التحديات، بالنسبة لك أنت ما هي أهم هذه التحديات اليوم الماثلة أمام تفعيل دور البنك المركزي في عدن؟ أبرز التحديات من وجهة نظري إلى جانب التحديات الأمنية هي وجود مادة سيولة نقدية تقوم الحكومة بضخها إلى البنك المركزي في عدن، وقوف دول التحالف مع الحكومة في عملية النقل وتفعيل دور البنك المركزي كأداة لصرف مرتبات الناس وإبرام التعاملات التجارية أو التعاملات الخاصة بالحكومة، تسهيل عملية التوريد من مارب المحافظات الأخرى إلى البنك المركزي في عدن. نحن نتمنى أن تتدرجم هذه الخطوة فعليا، ليس لأن يقف الحديث عن عملية نقل البنك المركزي إلى عدن عند الحديث عن عملية النقل ونسكت. يجب أن تتحرك كل المحافظات، على الأقل المحافظات اليمنية المحررة، أن تقوم بتوريد إيرادها إلى البنك المركزي في عدن، أن تقوم الحكومة بدورها أيضا في هذا الجانب بتفعيل نشاط البنك المركزي في عدن، وأن تسعى لإيجاد كشوفات أسماء الموظفين، أن تسعى دول التحالف لوضع وديعة نقدية في البنك المركزي، أن تتحرك كل هذه الأطراف والحكومة المحلية والحكومة الشرعية والمحافظات المحررة ودول التحالف. طيب أستاذ فتحي بالنسبة للتحديات التي طيب بالنسبة للتحديات التي ذكرتها ربما الأبرز فيها موضوع دعم دول التحالف العربي وتوفير سيولة إلى جانب الحكومة الشرعية، حتى الآن ما الذي يمنع دول التحالف من الإقدام على هذه الخطوة وتقديم الدعم المالي للبنك المركزي؟ أنا شخصيا لا أرى ما يمنع دول التحالف من التحرك. المهم هو أن تتحرك الحكومة في هذا الجانب، تتحرك الحكومة الشرعية وأن تخاطب هذه الأطراف وأن تقول للناس كما إذا كان هناك تجاوب إيجابي أو حتى تجاوب أو عدم تجاوب من قبل هذه الأطراف. المهم أن يكون هناك حالة من الوضوح والشفافية. قرار البنك المركزي ونقله إلى عدن، أنا شخصيا لا أعتقد أن الرئيس عبد المنصور هذه أو إدارة هذه بشكل مجمل اتخذت القرار دون الرجوع إلى التحالف العربي أو دول الخليج بشكل خاص. إذا ربما وهو الأكيد أن هناك
عملية تنسيق بين الجانبين، لذلك لا شيء يمنع أن دول التحالف تسعى لدعم البنك المركزي، وهذا ما يجب، يجب أن تنجح تجربة البنك المركزي. هو تأخر دول التحالف يثير الكثير من علامات الاستفهام، لأنه لطالما كان الحديث هناك عن دعم دول الخليج للبنك المركزي أيام ما كان في صنعاء بحجة أنه ما زال تحت سلطة الانقلابيين، لكن في حال نقله كان إلى منطقة تخضع للسيطرة الشرعية كان هناك ربما توقعت بأن يكون دعم التحالف بشكل سريع. طيب أستاذ فتحي، سأذنك بالبقاء معنا، ينضم إلينا أيضا من عدن المتحدث باسم السلطة المحلية في المحافظة الأستاذ نزار أنور. أهلا أستاذ نزار. نزار هيثم. نعم نزار هيثم. أستاذ نزار، بداية هل هناك تحقيقات كشفت عن من يقف حتى الآن، يعني من يقف وراء ما حدث اليوم في عدن؟ حتى الآن لم تكشف تحقيقات عن الجهة الرسمية، وإن كانت جهة واضحة من يحاول أن يفتعل الأزمات أو يحاول أن يرتكب هذه الجرائم الإرهابية مثل التفجير الذي حدث اليوم في القرب من البنك المركزي، هي جهات طبعا موالية للنظام المخلوع صالح وميليشيات الحوثي. طبعا هدفها في الأخير هي هدف سياسي، رسالة سياسية أن البنك نقله إلى عدن كان خطوة غير صحيحة بحكم أن الأمن لا زال غير مستقر فيها. طيب بالنسبة لكم في السلطة المحلية كيف تقرؤون أبعاد هذه العملية؟ طبعا ترتيبات نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن الكل مدرك بخطورة هذه الخطوة وأهميتها في نفس الوقت، وبالتالي كان الاستعداد الأمني في المرحلة السابقة على أحسن ما يرام، وما حدث اليوم من إحباط لهذه العملية الإرهابية هو دليل جدية السلطة المحلية بإحباط كل المؤامرات اتجاه تدمير المؤسسات العامة في عدن وأهمها البنك المركزي. وطبعا بإذن الله يعني الخطوات القادمة ستكون أمر على هؤلاء. طيب يعني بالنسبة للإجراءات التي يفترض أن يتم أخذها في عدن، في العاصمة المؤقتة عدن الآن، كيف تقيمون مستوى هذه الإجراءات، وما هي الإجراءات أو الخطط التي يفترض أن تكون موجودة لمجابهة كثير من الأعمال المتوقعة وربما يكون هدف منها زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة المؤقتة؟ قد لم أسمع السؤال بشكل صحيح، ولكن أفترض أنه يتعلق بالجانب الأمني للعاصمة عدن. أيضا أنا أواجه مشكلة في سماع صوتك أستاذ نزار هيثم المتحدث باسم السلطة المحلية في المحافظة، ربما نعود للتواصل معك خلال هذه الحلقة بعد أن نتجاوز هذه المشكلة الفنية في الاتصال. أعود مرة أخرى للأستاذ فتحي بالأزرق. أستاذ فتحي، كنا نتحدث عن التحديات الماثلة أمام تفعيل دور البنك المركزي، إذا ما انتقلنا إلى نقطة أخرى تتعلق ربما بأي تداعيات محتملة لما حدث اليوم في عدن، كيف تقرأ هذه التداعيات وماذا تتوقع؟ أنا شخصيا لا أرى أن تم التداعيات يمكن أن تحدث للبنك المركزي، بدليل أو باعتبار بأن البنك المركزي حتى اللحظة لم يمارس نشاطه الحقيقي كبنك مركزي لليمن كافة. إذن هو بنك مركزي كان لعدن، وحتى اللحظة هو لا يزال يمارس نفس الدور السابق وهو البنك المركزي الخاص بعدن، لذلك فنشاط البنك سيظل حتى خلال الأسابيع القادمة محصورا ضمن نشاط البنك المركزي في إطار تعاملاته المحلية القديمة التي مارسها خلال السنوات الماضية. إذن المطلوب هو انتقال البنك المركزي من دوره المحلي في عدن إلى دوره الكامل في اليمن. في حال ما انتقل البنك المركزي إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي أو المصرفي على مستوى عموم اليمن يمكن الحديث عن تأثير مثل هذه الطرقة، لكن شخصيا أرى أنها لن تؤثر بشكل كبير، كون أساسا البنك لم يتضرر، الانفجار حدث في بعد تقريبا أكثر من 500 أو 300 متر عن البنك، أحدث بعض الأضرار بملعب الكوبيشي، بعض السيارات متوقفة بالقرب من البنك، لكن عامة بحسب ما تلقينا من تأكيدات من مسؤولية البنك، البنك سيفتح أبوابه يوم غد الأحد وسيباشر عمله بشكل طبيعي. إذا نشاط البنك لا يزال كما هو، لكن السؤال المهم هو الذي يجب أن يطرح على الحكومة اليوم هو
متى سيتم تفعيل البنك المركزي في عدن بإصدار البنك المركزي اليمني لكل اليمن؟ هذا السؤال نحن عبر فضائيكم نطرحه على الرئيس هذه ونطرحه على الحكومة وعلى وزير المالية وعلى رئاسة إدارة البنك المركزي، ونسأل متى سيباشر البنك المركزي في عدن صلاحياته الكاملة، ونتمنى أن نجد إجابة على هذا السؤال. وأن تطرح هذا السؤال أستاذ فتحي، ألم يخطر في بالك ربما أنه الحكومة قد تسرعت في هذه الخطوة نقل البنك المركزي، لأن هناك من يرى أنها ربما خدمت الانقلابيين أكثر ما سببت لهم ضرر؟ يعني ربما كان البنك المركزي في صنعاء على وشك الإفلاس، على وشك الانهيار، ولن يجد أي سيولة تقدم ربما كرواتب للموظفين، هذه الخطوة خدمتهم أكثر. الحقيقة أن جزء من هذه الرواية أو هذه الفرضية صحيحة، إذا ثبت خلال الفترة القادمة بأن الحكومة لم تكن تملك أي خطة عمل أو خطة تشغيل للبنك المركزي في عدن واتخذت القرار بشكل عشوائي، فأنا نحن أمام مأزق كبير يضاف إلى مأزق الشرعية السابقة. لكن أنا شخصيا حتى اللحظة أظن أن الحكومة ليست غبية بهذا الشكل، أنها تذهب إلى اتخاذ قرار كهذا، قرار خطير كهذا، دون ما يكون هناك آلية عمل، دون ما يكون هناك ميزانية مالية خاصة في البنك، دون ما يكون هناك خطة عمل متكاملة. في حال ما ثبت أمر كهذا، وهو أعتقد أنه خلال الأسابيع القادمة ستتضح الصورة أكثر لما إذا كانت هناك رؤية حكومية حقيقية لقرار نقل البنك. إذا قدرت الحكومة أن تثبت للعالم بأنها قد اتخذت قرار النقل وقامت بتطبيق العملية وصارت الأمور على خير ما يرام، فهنا نستطيع أن نقول أن الحكومة الشرعية فعلا اتخذت قرار سليم وطبق بشكل سليم وكان أثره إيجابي. لكن في حال ما وافرت الحكومة عجزها عن إدارة البنك المركزي في عدن أو تفعيل نشاطه، فشخصيا أنا أعتقد أننا أضم صوتي إلى صوتك، إلى صوت الحقيقة، ونقول أنه فعلا القرار كان خاطئ وكان سلبي وكان متسرع وأفاد السلطيين والنصر الصالح وأخرهم من ورطة كانوا سيقعون فيها. لكن حتى اللحظة نحن نراهن بأن الخطوة ربما ليست عشوائية، ربما هي مدروسة، هذا ما نتمنى، ونتمنى أن لا يخيب ظننا في هذا الموضوع. طيب بالنسبة للمصالح الحيوية الهامة اليوم في عدن كعاصمة مؤقتة، كيف تقيم موضوع الحالة الأمنية، وما هي الإجراءات من وجهة نظرك المطلوبة توفرها لحماية هذه المصالح الهامة؟ عدن أمنيا تحسنت بشكل كبير، هذا أمر لا يمكن إنكاره بالمطلق. الوضع الأمني في عدن صار أفضل بكثير من وضع عدن قبل أشهر من اليوم. العمليات الانتحارية والتفجيرات والاغتيالات تراجعت ربما بمعدل 85 أو أكثر عن معدلاتها خلال الأشهر الماضية. إذن هناك تحسن أمني حقيقي في عدن يشهد ويلمسه الجميع. لكن ككل عدن هي مدينة تتأثر بما يدور في اليمن بشكل عام. هناك حرب في منطقة كريش، هناك حرب في باب المندب، هناك حرب في مقيراس، هناك حرب في تعز، هناك حرب في صعدة وفي مارة، في كل مناطق اليمنية. واليمن حتى اللحظة هذه كل المحافظات تؤثر بعضها البعض. لذلك فإن الحديث أن عدن يمكن أن تغرد بعيدا عن الواقع الراهن والمعاش في المحيط، هذا أمر غير صحيح. عدن تتأثر سلبا بما يحدث في كل المحافظات اليمنية. لذلك لا يمكن تقييم الحالة الأمنية أو الحالة الاقتصادية أو الحالة العامة في عدن إلا بوجود حالة سلم تشمل في كل اليمن. لكن في حين أن اليمن ككل تشهد استمرار للحرب وللقصف وكل هذا العبث، فهذا ينعكس بشكل كبير على الوضع في عدن. قبل أيام تم إحباط عملية إطلاق صاروخ في نحو عدن، كان هذا سقوط الصاروخ هذا كان كفيل بأن يعيد العملية الأمنية أشهر إلى الوراء في عدن، كان قادر أن يحدث حالة من الإرباك الكبيرة. إذن لا الحديث عن عدن ولا عن المكلا ولا عن أي محافظة أخرى يمكن تفصيله في الوقت الحالي، طالما والحرب مستمرة. الحرب تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعي حتى. لذلك فكل هذه الظروف مجتمعة هي تؤثر في تشخيص الحالة العامة لعدن. وضع عدن لا يزال مضطرب، وليس السبب إخفاق السلطات أو ضعف الأمن أو خلافة، وإنما السبب هو الحالة العامة للحرب في اليمن، وهي مؤثرة أيضا في مارب، في تعز، في كل المحافظات اليمنية الأخرى.
هذا واضح استاذ فتحي، شكرا جزيلا لك الاستاذ فتحي بالازرق رئيس تحرير صحيفه عدن الغد على هذه المشاركه في هذه الحلقه من زوايا الحدث. ينضم الينا مره اخرى الاستاذ نزار هيثم المتحدث باسم السلطه المحليه في عدن. استاذ نزار مره اخرى اهلا بك. اذا يعني كان طرح تساؤل ربما الاستاذ فتحي بالازرق عن متى سيتم تفعيل البنك المركزي في عدن، وسرد مجموعه من التحديات من وجهه نظره هي ربما اليوم تقف ماثله كتحديات تمنع من تفعيل دور البنك المركزي في عدن. متى يمكن ان يبدا البنك المركزي ممارسه مهامه في عدن باعتقادك وانتم متابعون وقريبون من مركز القرار ربما في عدن؟ البنك المركزي فعليا هو يعمل بشكل صحيح، ما فيش اي خلاف عليه، ولكن ما ينقصه هو السيوله التي لا تتوفر حاليا. والسيوله طبعا مرتبطه بالقرار السياسي من القياده العليا للدوله التي يجب ان توفرها عبر الاطر الرسميه. استاذ نزار اسمعك. تسمع الصوت غير واضح. الو. طيب استاذ نزار، تقول ان البنك ربما، فهمت من بدايه كلامك في اجابتك على السؤال، ان ربما البنك المركزي يقوم بمهامه في عدن، لكن حتى الان هناك اشكاليه ربما في صرف الرواتب، هناك العديد من المشاكل. ما الذي تقصده انت بانه يمارس مهامه بشكل طبيعي؟ الكل يعلم ان البنك عندما تم تحويله من صنعاء الى عدن كان فارغا بالكامل، لا يوجد فيه اي سيوله بإمكان السلطات المحلية أو الوزراء استخدام الحسابات البنكية فيه. وبالتالي هم محتاجين إلى السيولة أن تدخل هذا البنك لتجري المعاملات في القطاع العام وكذا في المؤسسات الخدمية. شكرا جزيلا لك أستاذ نزار هيثم المتحدث باسم السلطة المحلية من عدن. ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي عارف أبو حاتم. أهلا بك أستاذ عارف. أهلا وسهلا. استاذ عارف، بدايه كيف تقرا ما حدث اليوم في عدن؟ ما الدلالات من وجهه نظرك؟ عفوا، ما حدث اليوم في عدن من استهداف للبنك المركزي في عدن، كيف تقرا هذه الحادثه؟ هذا لاقناع المجتمع الدولي بان عدن بيئه غير امنه ولا تصلح ان تكون هي الحاضن لاموال الدوله، ولا تستطيع ان تكون هي المكان الذي يعول عليه في انقاذ الاقتصاد اليمني وفي انقاذ العمله الوطنيه، او انها سوف تؤتي ثمارها من عملية النقل وأنها سوف تسلم رواتب كافة موظفي الدولة. وأعتقد أن الخطوة هذه تتبعها خطوات أخرى، منها أنه سيتم التقطع حتى للرواتب الموظفي الدولة التي سيتم إرسالها إلى المحافظة، كما فهمت من رجال في السلطة سيتم إرسالها عبر البريد وعبر عبر البنوك، وهي رواتب موظفين وفي الجهاز المدني والجهاز الأمني للدولة، ما عدا الذين اشتركوا علانية في مع الانقلابيين. واعتقد ان هناك خطوات اكثر اجراميه وحشيه من قبل عصابات ايران في اليمن، لكن ما هو مطلوب الان من الجانب الحكومي اليمني هو تكثيف عمليه الرقابه الامنيه والرقابه الالكترونيه فيما يتعلق بالعمليات والخلايا الاجراميه النائمه لايران في عدن. أعتقد أن ما فشلت فيه إيران عسكريا في عدن تمكنت من تحقيقه سياسيا وأمنيا. وأعتقد أن عملية الاشتغال المناطقي والطائفي وإثارة النزاعات ما بين أبناء الوطن الواحد من بعض الشخصيات في عدن كانت هي استكمالا للمشروع الإيراني في اليمن، وإلا ما الهدف منه أن تفتت جبهتنا الداخلية على هذا النحو. أعتقد الآن أن هناك توجيهات قوية جدا وحاسمة من رئيس الدولة ومن رئيس الحكومة، وبعد زيارة الدكتور رئيس الحكومة الدكتور محمد بن دغري إلى عدن شهدت عدن تحسنا كبيرا وملحوظا في الخدمات المعيشية كلها لتعزيز وتثبيت الأمن والاستقرار. إذا ما ثبتت عدن عاصمة سياسية تأوي جميع اليمنيين وتحتضن الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية، هنا سنكون حققنا ضربة قاسمة للإنقلابيين الذين يسوقون بأنه لا يمكن أن تكون العاصمة إلا تحت أيديهم، ولا يمكن أن يكون الاقتصاد تحت أيديهم، ولا يمكن أن يعيش البنك المركزي خارج بيئتهم التي يعتقدون أنها هي البيئة الطبيعية والوحيدة. طيب البنك المركزي اليوم في بيئة أخرى في عدن بعد قرار النقل، عديد من التحديات
تقف أمام تفعيل دور البنك المركزي؟ ربما اليوم نتحدث عن تحدي أمني، ماذا عن باقي التحديات من وجهة نظرك؟ التحديات الباقية هي بالأخير تتكلم أنت عن مصفوفة، مصفوفة احتياجات، الناس يحتاجون الأمن مثل ما يحتاجون الاقتصاد، مثل ما يحتاجون الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، خدمات الكهرباء، خدمات الطرقات، خدمات الصرف الصحي، كلها منظومة واحدة متكاملة. وأعتقد أن رئيس الحكومة قد وجه بخطوات عملية سريعة وجادة، وحسب ما عرفته أمس من الشباب الذين قدموا من عدن إلى هنا إلى الرياض، تحدثوا عن تحسن كبير جدا في الخدمات شهدته عدن خلال الأسبوع الماضي بعد زيارة رئيس الحكومة لها. شكرا جزيلا لك أستاذ عارف أبو حاتم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة ماهر أبو المجد، في أمان الله.